بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اسباني هذه فرصة، لقطة، هدف أول، هدف أول. أوه، اليوم نبيل روعة عند رودي، والهدف والتعادل. التعادل يأتي عن طريق البرازيلي الوحيد في أرضية الميدان ويليام جوزيه. الحلول دائما تأتي من اللاعب البرازيلي، وهذه واحدة من الحلول. كرة بهدف التعادل، كان لسه يبحث عن الثاني من خلال عرضية تمر وتصل بتسديدة. الله الله الله، كان يحتاج التعادل ليأتي التقدم عن طريق إدغار. إدغار خذ هذه اللقطة وتمريرة، ولا يوجد تسلل وفرصة لإنهاء كل الأمور. أنهاها البرازيلي، خلصها البرازيلي ويليام جوزيه. ويليام جوزيه يسعد جماهير ريال بيتيس الحاضرة والتي كانت تنتظر. تلعب الكرة من جانب هذا الملعب التي تسدد. جول 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 جول. في موسم عودة الزعيم الصوتي على صوت الصوت من هذا الملعب التي متابعة من عبد الحق سومي، سوء على مستوى الإبعاد ثم استقبال الكرة من القدم من الخلف. دوري 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 خطيرة. جول كابتن من لامين تياكيتي. شباب اسوان الرياضي عدى فريق الشباب. الثاني لريال في الدوري، هدف مقابل صفر صارت النتيجة بعد